حضراتكم متخيلين مدى حجم التعديات والتعقيد الشديد اللي احنا بنواجهه في مصر النهاردة عشان نتعامل مع قضية البناء العشوائي والبناء اللي على أراضي زراعية؟ الكلام ده يعني أنا عايز أقول كلمة بمنتهى الصراحة، أسهل شيء كان على القيادة السياسية والحكومة نتيجة يعني حجم هذا التعقيد وهذه المشكلة أن نغض الطرف ونغمض البصر عن هذه القضية كما كان يحدث في فترات سابقة، وهو ده اللي كان بيحصل على مدار عقود كثيرة نتيجة للأوضاع اللي أنا يمكن اتكلمت فيها في المؤتمر الصحفي، ظروف السياسية والاقتصادية، وإحنا هنا لن يعني لا نخطئ من سبقونا، ولكن كانت الظروف اللي موجودة في مصر وفي هذه التوقيتات منذ بدء هذه الظاهرة من السبعينات يمكن فرضت على متخذي القرار والحكومات المتعاقبة إنها ما عندهاش البديل ولا عندها القدرة ولا عندها برضو الرغبة في دخول في ملف شديد التعقيد بهذا الشكل. وبالتالي كان من الوارد جدا ان احنا نفكر بنفس المنطق، واحنا ليه يعني انا هقولها بمنتهى البساطه، ليه نزعل الناس وليه نضايق الناس؟ ما تخلي الامور كده ونؤجلها ونرجئها لمن ياتي بعدنا. لكن ما هو لما اتعمل هذا الكلام في السبعينات والثمانينات واتقال خلي اللي بعدينا يجي يواجهه، انتهت النتيجه والوضع بقى ايه؟ حضراتكم نتخيل لو كانت وقفه شديده الصرامه والحزم اتعملت من السبعينات والثمانينات لإيقاف ذلك، هل كان هيبقى الوضع بهذا الشكل اللي احنا فيه؟ طيب لو احنا سكتنا النهاردة اللي هيجي بعدنا كمان 10 و20 سنة هيبقى الوضع عامل ازاي؟ حضراتكم ممكن نتخيل شكل المتبقي من الأراضي الزراعية هيبقى عامل ازاي؟ هو ده اللي النهاردة كلنا مهمومين بهذا الشكل، والموضوع كله لازم نبقى كلنا بنفكر كيف سيكون مستقبل مصر في النهاردة لو استمر هذا النمط من النمو العشوائي.